ولذلك أنا أقول إذا رأيتم إنسانا دخل المسجد في وقت كراهة فصلى فلا يقوم أحد يقول اجلس، وإذا رأيتم أحدا دخل المسجد وقت كراهة فجلس فلا يقول له أحد قم فصلي، لأن العلماء الأئمة مختلفون. أنت ماما أنت ما نمت حتى شبعت نوما وأكلت حتى امتلأت أكلا ثم أردت سمعت نهى النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصرت نارا مسلطة على عباد الله. لا لا تجلس، قوم فصلي، أنت لا تجلس، أنت اسكت واترك هؤلاء جميعا، لأن المسألة اختلف فيها. وأقول لكم هي مسائل مبنية على حديث، مبنية على خلاف أصولي بين الناس، مبنية على إدراك النسبة، هذا العموم والخصوص الوجهي ماذا يعني بين الناس. فإياك أقول دعوا الناس وما اختاروا لأنفسهم، هذا يقلد مالكا هذا يقلد أحمد، اتركوهم. أتقول ليه لا السنة كذا؟ طيب نعم السنة، صاحب السنة نطق بهذا الحديث وهو نطق بهذا الحديث أيضا، لكن توجيه الحديثين ليس من فعل صاحب السنة، هذا من فعل فلان الإمام وفلان الإمام ورحمة الله عليهم جميعا. يقول بشار ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمته والاختلاف نعمة للأمة.